السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بألف خير متتبعي القناة. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مهم، أيهما أفضل في الاستثمار الزراعي، هل الأشجار المثمرة أو الخضروات؟ سوف نتحدث عن هذا الموضوع باعتباره موضوع مهم يهم جميع المزارعين، خاصة المزارعين الصغار المقبلين على الزراعات التجارية الربحية. أصبحنا نشاهد ارتفاع أثمنة الخضروات ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الأشهر القادمة سوف تشهد الخضروات ارتفاعا في أثمنتها. هل هذا الارتفاع في صالح المزارع؟ هل قطع الخضروات أفضل من الأشجار المثمرة أو الفواكه؟ أسباب ارتفاع الخضروات، العديد من الأشياء سوف نذكرها وخاصة الأسباب الرئيسية. أول سبب رئيسي تقلص مساحات المزروعات. بالنسبة للخضروات أصبح العديد من المزارعين يهتمون فقط بزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في المغرب نشاهد العديد من المزارعين أصبحوا يقومون بزراعة الأشجار المثمرة ولا يهتمون بقطاع الخضروات، وخاصة أشجار الزيتون، الأفوكادو، الحمضيات، العديد من الأشجار المثمرة. وهذا يجعل تقلص المساحات المزروعة ارتفاع في أثمنة الخضروات. السبب الرئيسي الثاني أزمة الجفاف وقلة التساقطات التي نشهدها. أصبحت بعض المناطق منعدمة فيها الزراعة، خاصة المناطق التي كانت معروفة عليها تنتج جيدا في المغرب وحتى في الوطن العربي وحتى في بعض البلدان الأوروبية. بسبب أزمة الجفاف وقلة التساقطات أصبحت الزراعة منعدمة فيها. السبب الرئيسي الثالث ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية. أصبح على المزارع وخاصة المزارع الصغير غير قادر على شرائها واستعمالها في المحاصيل الزراعية، وهذا يعطي ضعف في مردودية الإنتاج المحصول الزراعي. إذا قمنا باستعمال أسمدة كيميائية وخاصة في الزراعات التجارية الربحية نقوم برفع الإنتاج ورفع المردودية الهكتار. أصبحنا نشاهد ضعف الإنتاجية. بالنسبة للطماطم كانت تنتج أكثر من 90 طن في الهكتار الواحد، أصبحنا نلاحظ فقط 60 طن 40 طن، وهذا راجع إلى عدم استعمال الأسمدة الكيميائية خاصة الأسمدة الكبرى أو الصغرى، وخاصة المزارع الصغير غير قادر على مواكبة هذه الأسعار بالنسبة للأسمدة الكيميائية. السبب الرئيسي الرابع ارتفاع أسعار المحروقات الطاقية، وهذا يعطي ارتفاع في سعر نقل الخضروات من مكان إلى مكان آخر. بالنسبة للمزارع إذا أراد أن يقوم، وخاصة المزارع الصغير، أن يقوم بمحصوله الزراعي سواء الأشجار عفوا الخضروات، سوف يقوم بنقلها من مكان إلى مكان آخر، سواء من المزرعة إلى السوق أو من السوق إلى المدينة أو إلى مكان آخر. سوف تشهد الخضروات ارتفاع في أثمنتها نظرا لارتفاع أسعار المحروقات الطاقية. كذلك السبب الرئيسي الخامس ارتفاع أثمنة البذور. أصبحنا نشاهد ارتفاع أثمنة البذور في جل صنف الخضروات، أصبحت أثمنتها مرتفعة نسبيا أكثر من 40% عكس على الأثمنة المعروفة التي كانت قديما. كذلك السبب الرئيسي السادس ارتفاع أثمنة المبيدات الفطرية، خاصة المبيدات الضرورية المستحسية لبعض الأمراض الفطرية التي نشاهدها حاليا. أصبح المزارع الصغير غير قادر على شرائها واقتنائها واستعمالها في المحاصيل الزراعية، وهذا سوف يعطينا العديد من المشاكل أو ظهور أمراض فطرية خطيرة، ضعف إنتاجية، ضعف المردودية، وهذا يجعل من المزارع الصغير يتكبد العديد من الخسائر وغير قادر على زراعة الخضروات وإنتاجها. كذلك السبب الرئيسي السابع الذي سوف نذكره كذلك ارتفاع عدد السكان العالم، وكذلك ظهور حروب في بعض المناطق. هذا يجعل من القطاع الخضروات سوف يشهد ارتفاعا في أثمنتها عكس الأشجار المثمرة، وكذلك القطعان سوف تشهد ارتفاع في أثمنتها. هذا يجعل من المزارع أن يقوم بالتفكير في وضع خطة بديلة أن يقوم بزراعة الاستثمار في صنف الخضروات إذا كانت تتوفر على إمكانية لازمة للدخول في هذا المجال الزراعي والاستثمار فيه، لما لا؟ لأنه سوف يكون هو أكثر ربحا عكس الأشجار المثمرة مستقبلا، لأن أثمنة الخضروات أصبحت نشهدها أنها ارتفاع في أثمنتها سواء الطماطم أو البصل، كذلك الفلفل أصبحت أثمنتها مرتفعة وخاصة في الأشهر القادمة عكس الأشجار المثمرة التي سوف تشهد انخفاضا في أثمنتها. بالنسبة للفواكه، لأن الفواكه غير ضرورية مقارنة مع الخضروات أو القطاني،
وهذه كانها فقط كمقارنة بين الزراعة في الأزهار المثمرة والاستثمار في الزراعة في الأزهار المثمرة أو الخضروات من ناحية الأرباح أو من ناحية الإنتاج إلى آخره. وبالتوفيق في زراعة أخرى إن شاء الله.